اللعبه اللي جايه بقى مهمه جدا ونشوف هنا. كنا اتكلمنا على هذه الحاله المهمه كابتن عادل لو تذكر، وقلنا لما عندما ينجح اللاعب في لعب الكره، عندما ينجح اللاعب في لعب الكره كابتن بلال، وبقى جاي يحصل فيه سقوط من اللاعب المهاجم. هنا لو نفتكر هنا اللعبه ديت رامي ربيعه كابتن شريف لمس الاول، عمل ايه؟ لمس واخد القرار وراح نجح في لعب الكره. مزبوط. نجح تماما في لعب الكره، وزي ما قلنا طالما انا نجحت في لعب الكره ثم بعد كده حصل ان لاعب نزل او سقط او انا وقعت عليه، ده كله ملوش علاقه باللعبه الاولى. هنا امتياز، انا بقول رامي ربيعه ان هنا حاله من الحالات اللي التميز للحكم خلى اللاعب يستمر، وده كان قرار صحيح من الحكم الكينة كابتن ايمن. عشان بس نقول للناس لما لاعب ينجح لعب الكره وبعدين ما بيرتكبش حركه اضافيه مع المدافع، هنا كان يستمر اللعب، وده كان قرار صحيح من الحكم. الحاله اللي بعد كده، هنا مشكله الحكم الكينة كابتن شريف من البدايه احنا شايفين ان هو عنده مشاكل في قراءه اللعب، في التوقع، في التحرك. يعني انا بقول يعني هنا حكم دولي 41 سنه، حكم كبير ليه خبرات، ما كانش يجب انك انت تكون في هذا المكان. ليه؟ ليه يا كابتن عادل؟ دي تاني واحده يا كابتن، في واحده في نص الملعب، في واحده قبل كده بس انا جبت واحده منهم. ابوك عايز يمرر وده ماشي جنبه، ده بيضيع هدف على لاعب. بالظبط يا كابتن عادل، انا بشوف النهارده لو هو مش في المكان ده، هنا في باص راح لامام عاشور كان ممكن يتصرف بيه احسن من كده. شوف بقى المسافه الواضحه الكبيره دي كانت الفاضيه دي كلها يا كابتن شريف، شايفها؟ شايف. يعني امام عاشور يستلم ويفكر براحته، يا يعمل باص للي جاي بيرستاو او يعمل مره واحده. اذا هنا فرصه واضحه جدا، هنا الحكم اعاق اللعب، وبالتالي هنا تمركز الحكم، احنا قلنا دايما كابتن الحكام تساعد على تسهيل مهمه اللاعب، هنا اعتقد ان الحكم هنا اعاق امام عاشور. طب هو في سؤال هنا، اتفضل. افترض ان امام عاشور والكره جايه له والحكم كان قدامه كده وراح جاي امام زقه، اه، وخد الكره وشاط الكره في الجول، استمر اللعب، استمر اللعب عادي. اه يعني انا ذنبي ايه؟ كان يعني لازم، كان لازم امام يعمل كده. وامام طبعا يعني تصرف كويس، هو امام خد خطوتين وراح، ولكن احنا بنتكلم على الخطا من اول كابتن، خطا الحكم كابتن عادل، هنا خطا تحكيمي. وهنا بنوضح لحكامنا كابتن اسامه عرابي، كابتن بلال، يا جماعه هنا المنطقه دي حاول دايما تبقى قاري الموقف، قاري المشهد، ابعد عن طرق اللعب، ما تتدخلش في طرق اللعب. كابتن في حاجه بتضحك؟ لا لا، انا انت بترجعني للكره اللي فضل بيجري جنب لاعب النادي الاهلي عايز يمرر الكره ناحيه الشمال، وده ماشي جنبه. ما اديني الاولانيه، الاولانيه اللي في نص الملعب. احنا جبنا حاله بعد، احنا كنا يعني جبنا حاله حن للعب تاني، حاله للتمركز. الحاله بعد كده نشوفها، هدف اسامه ابو علي. وشوف هنا يعني هدف جميل جدا، انا بس جايب الهدف. اه هو متغطي بتسلل وتمام، ولكن انا بشوف هنا الحكم مساعد كان ارض ايضا كان متميز في هذه الحاله. هنا وسام استلم كويس قوي قوي، اتلعبت من علي معلول ممتاز، هو استلم وعمل حاجه جميله جدا. الحركه اللي عملها دي يا كابتن ايمن هي اللي خليته تبقى الكره تروح، وشايف الهدف هدف صحيح. اعتقد دي كانت اخر حاله معانا. التحكيم النهارده كان كويس مجمل بالفار بالحكم، مفيش اخطاء مؤثره في نتيجه المباراه. تمناها ان شاء الله باذن الله نهائي يكون التحكيم على الاقل لا يقل عن مستوى هذا الحكم. تتوقع حكم من النخبه؟ لا يعني اتوقع، انا بقول يا كابتن هما ماتشين الترجي والاهلي او الاهلي والترجي، هيبقى حكم من شمال افريقيا. يعني انا شايف ان ممكن مصطفى غربال، ممكن مصطفى غربال يبقى بطاقم كامل كابتن اسامه، يعني هو معاه طاقم تحكيم كامل من الجزائر، وهيبقى معاه لحلو اللي هو بن براهيم اللي هو الحكم النهارده كان على الفار، هيبقى طاقم تحكيم كله من الجزائر اعتقد ان شاء الله. والمباراه الثانيه ممكن هيبقى طاقم تحكيم من افريقيا ان شاء الله. اتمنى التوفيق باذن الله للتحكيم يا كابتن شريف. مبروك للنادي الاهلي، مبروك مبروك، وان شاء الله باذن الله نبارك له على المباراه النهائيه يا كابتن ايمن.